ست ام احمد هي كانت حضرتك واخده قرض. يعني هو عموما مساله القرض بضمان المعاش انا هتكلم بس فيها وبعدين اجاوب حضرتك المساله الخاصه. القرض بضمان المعاش لشراء سياره عشان يشتغل عليها والانسان محتاجها، البنوك بتعملها تمويل ما بتقومش فيها بالاقراض، وبالتالي ده عقد يعني او صوره من صور التمويل عشان يقدر انه يجيب السياره للقيام بالحاجه اللي هو عايزها وتاديه الغرض من وجود هذه السياره. طيب انت حضرتك بتقولي انا كنت عامله ده لابن من اولادي او لولد من اولادي من اجل انه يتزوج ولم يكتمل امر الزواج، وما زالت هذه الاموال معي الان، عايزين نجيب بيها سياره عشان يشتغلوا عليها وتكون مصدر دخل اتنين، لا باس، فانت مولتي بهذا الأمر والمال ده كان لهذا الولد أو أنت عايزة توهبيه له عشان أنه كان يتم أمر الزواج فلم يتم، فهو شار على حضرتك أنهم يشتروا سيارة وتكون مصدر دخل له ولي أخيه، فإن شاء الله بإذن الله ربنا يفتح لهم أبواب التوفيق والرحمة والرزق الواسع ويشتروا العربية يا ست الكل ويشتغلوا عليها إن شاء الله. اللهم يسر ولا تعسر.